مساء الخير، شكرا جزيلا، ألف شكر، شكرا جزيلا. في أكتوبر 1988 أذيع الخبر عبر كل وكالات الأنباء العالمية، أذيع النبأ على كل التلفزيونات وأجهزة الراديو، عرفت المسألة في كل أرجاء الدنيا إنه الحاصل على جائزة نوبل للآداب في ذاك العام هو المصري العربي نجيب محفوظ. مش بس فرحة غامرة، مش فرحة طفولية، إنما كان فرحة فيها رصانة وقدر كبير جدا من الارتياح، إنه أخيرا في العصر الحديث إنه تم الانتباه ووضع اللغة العربية في مكانها، وضع الأدب العربي في مكانه الذي يليق به. لم يعد المسألة إنه العالم بيشوف اللغة على أنها تراث، الأدب المعاصر العربي أخذ المكانة وسط الآداب العالمية الأخرى جنب الأدب الروسي والأدب الإنجليزي. اللحظة دي كانت لحظة فارقة بالنسبة لمصر والمصريين وبالنسبة لكل العرب إنه نجيب محفوظ يحصل على جائزة نوبل. سنتها نجيب محفوظ ما استلمش الجائزة بنفسه لأسباب كتيرة، لما سألت واتقصت عرفت إنه سببين. السبب الأول إن هو أخذ الجائزة دي وهو حاجة وسبعين سنة، فكان عنده يعني كتير من المشاكل الصحية، وفكرة الطيران في حد ذاتها كانت فكرة مهددة له، إنه يسافر الطيارة يركب الطيارة ويسافر، دي كانت فكرة بالنسبة له ممكن يعني هو قال للمقربين يعني غالبا هسافر ومش هرجع. الحاجة التانية إنه كان بدأ سمعه يقل تدريجيا بالدرجة إنه قبل الجائزة دي بفترة كان بيحضر ندوة، وأحد الحضور سأله سؤال فهو جاوبه إجابة مختلفة، فبعد الندوة لما أدرك إنه سمعه لم يعد يسعفه بالدرجة إنه ممكن يوقعه في موقف حرج، ما عادش بيطلع في ندوات عامة، وبالتالي كان القرار محسوم بالنسبة لنجيب محفوظ إنه مش هينفع يسافر. مين هيسافر ياخد الجائزة؟ مين هيسافر يقول الكلمة؟ المسألة أخذت وقت كبير جدا، إنما اللقطة التذكارية الشهيرة كانت إنه بناته فاطمة وأم كلثوم هم اللي راحوا واستلموا الجائزة أمام أعين العالم، وكانوا لابسين لبس تقليدي ينم عن الثقافة والحضارة العربية بشكل عام. فاطمة وأم كلثوم لهم اسمين، يعني فاطمة فاتن وأم كلثوم هدى. من كام يوم رحلت الابنة الكبرى لنجيب محفوظ الأستاذة فاطمة أو الأستاذة فاتن. الحقيقة إنه وفاة بنت نجيب محفوظ الملفت فيها إنه الأسرة أو تحديدا أختها الشقيقة هدى أو أم كلثوم كانت حريصة إنه ما حدش من المتطفلين يعرف الخبر. الصحافة عرفت الوفاة بعدها بشهر تقريبا، وكانوا قالوا إن هي قالوا بثلاث أسابيع، بس ده مش مظبوط، هي كانت بأربع أسابيع، يعني هي توفت زي ما أنا عارفة 4 إبريل. الوفاة مش بس 4 إبريل، الحقيقة إن هي كان بقالها سنة كاملة في المستشفى، عام كامل لعلاجها لمرضها برضو اللي هم ما أعلنوش عنه عشان ما حدش من المتطفلين. واضح إن السنين الكتيرة اللي عدت بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل حصل فيها أشياء كتيرة جدا ما بين الأسرة وما بين كتير ممن ادعوا القرب من نجيب محفوظ، ولو انه الحقيقه كانت خلاف ذلك. صحيح ان كان في ناس قريبه منهم طبعا، منه اكيد وده معروف ومسجل، انما في ناس ثانيه طول الوقت بتقول ان هي كانت قريبه منه، بس ده مش حقيقي. حوارنا او حديثنا ده بيفتح او بينكى اكثر من جرح، بكده يقلب المواجع. واحد، انه السنه الجايه 2018 يبقى مر بالتمام والكمال 30 سنة على حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب، على حصول مصر على جائزة نوبل للآداب. وده رقم لازم مش بس وزارة الثقافة في مصر، وزارات الثقافة في العالم العربي كله لازم تقف عنده، لازم تقف عنده انتباه، لازم تقف عنده احترام، لازم تقف عنده إحياء لهذه اللحظة المهمة والفارقة في تاريخ الأدب الحديث في الدنيا كلها.
كنت بتفرج على برنامج ساخر في احدى القنوات العربيه، والحقيقه هو بيتكلم على جهل المواطنين العرب. اخذوا صوره نجيب محفوظ ولفوا بيها في المولات، مش في مصر، كان في احدى الدول العربيه، ويسالوا المره تعرف مين ده تعرف مين ده، يعني مثلا سالوا 25 واحد ولا واحد عرف صوره مين دي. اللي قال ده شكله ينفع دكتور، واحد قال والله ده شبه المدرس المصري اللي كان بيدرسني زمان وانا صغير، واحد قال يمكن يكون مهندس. كل واحد قاعد يتخيل حاجات كتيرة، إلا أنه الشخصية التي أهدت العالم العربي بكتاباتها نوبل في الأداب اللي محدش أخدها بعده. المشهد اللي أنا شفته، أنا عارفة أنه البرنامج اللي كان بيعرضه ما كانش قصده أنه يسيء لنجيب محفوظ، بالعكس هو بيتكلم على جهل الشعوب العربية. إنما خليني أتكلم من زاوية تانية، لا يليق أنه بعد 30 سنة ما يبقاش في إعادة توكيد، تأكيد، إعادة البصمة اللي يستحقها هذا الكاتب وأدب. السنة الجاية 2018 لازم تكون سنة نجيب محفوظ في العالم العربي كله. أنا مش بخاطب بس أستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة، أنا بخاطب كل وزراء الثقافة العرب من المحيط إلى الخليج، لازم يتذكروا هذه المكانة التي أهداها لنا نجيب محفوظ. الأجيال اللي قرت الأدب ده، اللغات اللي ترجمت لها الروايات دي، الجائزة التي أعادت الاعتبار لأدب رصين عميق مهم محترم يوازي بل يضاهي أداب في دول تانية أخرى وروايات في دول تانية أخرى. فليكن 2018 هو عام نجيب محفوظ، عام مش بس يبقى فيه فعاليات في العالم العربي، إنما كمان عام يتم افتتاح متحف نجيب محفوظ، عام يتم إعادة تدريس بعض من كتابات نجيب محفوظ. ما ينفعش في مصر عندنا من أولى ابتدائي لتالتة ثانوي ما فيش الطالب بيعدي ما بيقراش سطرين لنجيب محفوظ، يعني يلا العار ليه؟ عشان ايه؟ ده أدب، ده العيال بيدرسوا أدب شكسبير، دول بيدرسوا ويليام ياتس، بيدرسوا ماركيز، بيدرسوا كل الكتاب. ده في بعض الدول بتاخد مقتطفات من كتاب صغار. فليكن العام القادم هو عام نجيب محفوظ، وأقدم العزاء، كامل العزاء والتفهم للابنة الصغرى الأستاذة هدى أو أم كلثوم نجيب محفوظ، عزاء في رحيل أختها، وتفهم لموقفها من حجب الإعلام وغير الإعلام عن رحيل أختها. يبدو أن هي كانت بترسل رسالة صامتة، ولكنها كانت عالية الصوت، رسالة وصلتنا جميعا. كفى الدعاء بالاهتمام بنجيب محفوظ والتجاهل هو سيد الموقف. كل الاعتذار للأستاذة هدى نجيب محفوظ عن كل من أساءوا لوالدها عن جهل أو عن علم، وليكن العام القادم هو عام نجيب محفوظ. بعد الفاصل نبتدي. الشهر ده بتحين واحدة من أهم الأحداث التاريخية في مصر. في مايو سنة 64 كان تغيير مجرى نهر النيل، تغيير مسار النهر أو مجرى النهر عشان يبتدوا إنشاء السد العالي. حدث مش بس تاريخي، حدث تاريخي، جغرافي، اقتصادي، أمني، قول اللي أنت عايز تقوله. الحقيقة إنه حاجات كتيرة جدا لها علاقة بذكرياتنا مع السد كمان بتحمل جزء منها في طياتها ذلك الاهتمام، اهتمام شعبي واهتمام الدولة، بالدرجة إن هم عينوا وزير مخصوص يبقى اسمه وزير السد. خلينا نفتكر اللحظة التاريخية دي بعد مرور كل هذه السنوات. مايو سنة 1964، هنا في السد العالي تختلط المعارك السياسية والاجتماعية والقومية والعسكرية للشعب المصري، وتمتزج كأنها كتل الأحجار الضخمة التي تسد مجرى النيل القديم وتختزن مياهه في أكبر بحيرة صنعها الإنسان لتكون مصدرا دائما للرخاء. Thank you.
اليوم الرابع. يا رجال مصر ويا نساءها وأطفالها، هنا أمام الدنيا كلها رمز حي لإرادتكم وتصميمكم ومقدرتكم على العمل وعلى الفداء. حدث عظيم. الوزير حلمي السعيد كان وزير السد العالي والكهرباء، والحقيقه هو جزء من جيل عظيم ساب لنا حاجات رائعه بنتفاخر بها وبنقول احنا عملنا ايه زيهم، او دايما بنسال نفسنا السؤال ده. ذاك الوزير المحترم من جيل محترم الحقيقه له ابنه عملت انجاز كبير جدا في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه. عملت انجاز على الارض كعميده منتخبه، عملت انجاز على الارض كشخصية تفكر اقتصاد وفلسفة اقتصاد، ومؤخرا أصبحت وزيرة التخطيط في مصر كلها. أول حوار هنجريه مع وزيرة التخطيط المصرية معالي الوزيرة هالة السعيد، اللي النهاردة هنكلمها كوزيرة ابنة وزير، كوزيرة عندها استشراف، كونها وزيرة التخطيط عندها استشراف لسنوات قادمة، بس في ضوء سنوات عظيمة من تاريخ هذا البلد وتحديدا من تاريخ والدها حلم السعيد. فلنرحب بمعالي وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد. أهلا يا دكتورة. أهلا وسهلا. تفضل يا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أسمع كتير عن دكتورة هالة السعيد من كل من عدى على كلية سياسة واقتصاد. ما قابلتش حد بيشتغل في الكلية دي أو درس فيها أو تعامل معاها إلا وقال لي كلام رائع على دكتورة هالة السعيد. عشان كده دايما عندي إحساس إن أنا إن إحنا تقابلنا، مع إنه دي أول مرة نلتقي. صحيح. سعيدة بوجودك يا دكتورة. الله يخليك. متشكرة أوي، شرفني إن أنا موجودة معاك ومع الشباب الجميل. شكرا. مش عارفه اقول لك مبروك لانه بقالكوا كتير، تشكيل وزاري بقاله فتره 3 اشهر تقريبا. بس ده اول ظهور ليك. كنت متحفظه ولا متخوفه ولا ممتنعه ولا ايه بالظبط؟ لا الحقيقه كنت بس بنشوف ملفات الوزاره، وحضرتك عارفه الوزاره ملفاتها كتير جدا، يعني وزاره التخطيط لديها كثير من الحقائب متولياها، بالاضافه الى ان احنا كمان مسؤولين عن الاصلاح الاداري، هي وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري، فهم ملفين هامين جدا بيتعلقوا بالخطه الاستثماريه بتاعه الدوله كلها، بالاضافه الى يعني ملف هام جدا وهو ملف الاصلاح الاداري، فكنا محتاجين ان احنا ندرس الكلام ده كويس قوي. طبعا انا قريبه من هذه الملفات بحكم تخصصي وبحكم يعني الدراسه والعمل في الكليه والعمل العام، برضو احنا بنساهم مع الوزارات بشكل كبير، ولكن يعني كان محتاج دراسه ومحتاج ان احنا يعني نقدر نقدم رؤيه كويسه، وكان عندنا بقى تقديم الخطه في ميعاد معين طبقا للدستور فقدمناها. يعني كان في الاجنده في مواعيد طبعا. حضرتك عارفه لازم نقدم الخطه، بتعرض على مجلس الوزراء ثم يتم ارسالها للسيد رئيس الجمهوريه لارسالها للبرلمان 31 مارس طبقا للدستور، فكان لازم ننتهي من كل الكلام ده وبقى الاستعدادات التفصيليه بعد كده، فكان الحقيقه في شغل كتير قوي. لكن الحقيقة كنت بظهر يعني في المؤتمرات وفي الندوات وفي اللقاءات ومع السادة الزملاء يعني، ولكن أول مرة أطلع فعلا في البرنامج. سعداء بوجودك معنا في أول إطلالة تلفزيونية. دكتورة هالة السعيد، هكون متحررة جدا في أسئلتي، أسئلة لها علاقة بالمنصب الوزاري، أسئلة لها علاقة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، وأسئلة لها علاقة بالوالد، يعني مش هتحفظ في الانتقال. لا لا من سؤال لآخر. كان عندكم في العيله يعني احساس بانه العيله دي لازم تطلع وزراء لانه الاب كان فيها وزير، ولا لا ده كان بعيد بشكل كامل عن الذهن؟ لا بصي حضرتك، لا ما كانش في ذهننا ان طبعا ان لازم العيله تطلع وزراء، وانا عندي جدي من والدتي وزير،
يعني ابو والدتي كان وزير ايه بقى؟ التموين. ده في عهد مين؟ فؤاد سراج الدين. ف يعني ملفين سياسيين، حد وفدي وحد كان في لكن الحقيقه احنا يمكن اتعودنا على العمل العام، يعني كان عندنا كده في العيله نزعه العمل العام والخدمه العامه. يعني ولد حضرتك حماه كان وزير؟ بالظبط كده. عارفه حضرتك عارفه ايه العموديه مش هتخرج من العيله يعني في واضح ان انتم متاكدين انه لازم يبقى في اجيال. لا بالعكس، يعني ما كانش الحقيقه التفكير في منصب، يعني الواحد يبقى يتقلد منصب، ولكن احنا طول عمرنا الصوره دي انه دي حضرتك. انا لا 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 لا، ده الزعيم جمال عبد الناصر. لا احكي لي عن المناسبه دي يا دكتور. ده كان والدي وقتها مدير مكتب الرئيس عبد الناصر، وكنت كان بيحضر فرح عمتي، كاتب كتاب عمتي، فانا كنت ما اعرفش والدتي كانت بتلبسني عروسه ليه، بس يعني يبدو ده كان وقتها. كلنا بنحب واحنا اولادنا صغيرين نلبسهم عروسه. كنت مدركه ان ده عبد الناصر ولا لا في السن الصغير؟ يعني لا طبعا في السن الصغير ده ما كنتش مدركه، لا طبعا، بس في سنة أو سنتين بعديها أنا فاكرة أني رحت أحد الأفراح الرئاسية، وحد من الوزراء أو يمكن نائب رئيس الجمهورية وقتها، وفاكرة بقى متذكرة أن أنا قاعدة بكلم معاه، بس كنت أكبر من كده شوية، ما كنتش في السن ده، أنا كنت تقريبا يمكن يا 3 يا 4 سنين يعني، فأنا ده الوقت ده مش فاكراه، بس فاكرة في مرحلة أكبر من كده. قولي لي أن الصور دي موجودة في مكان مهم جدا في البيت. طبعا في يعني البيت وفي المكتب. ما تستخباش. طبعا في البيت وفي المكتب. أمال لما والد حضرتك بقى وزير كنت بقى في أي سن؟ بصي حضرتك، هو دايما في العمل العام، يعني من واحنا متولدت لقيته هو أسس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو أحد الأجهزة اللي أنا بشرف عليها دلوقتي، فده برضو شيء بيديني قدر طبعا من السعادة والامتنان. وبعد كده كان وزير للكهرباء، كنت تقريبا في الإعدادي. كنت في أول تانية أول إعدادي أو تانية. إذن كنت في الإعدادي ووالدك وزير الكهرباء والسد العالي. أولا كل سنة وأنت طيبة عشان ذكرى. ما أعرفش، في أجيال كتيرة لا شافت اللقطات دي ولا مهتمة تشوفها، وده شيء محزن شوية، لأنه زي ما كنت بقول ده جزء من تاريخ مهم، جزء من كياننا، ثروة. بالظبط، ثروة القومية بتاعتنا. يعني الحمد لله أنهم على الأقل عملوا الأفلام دي وقتها. بالزبط. كان عندهم العقليه انه لازم يسجلوا اللحظه دي والا كانت اندثرت. بالظبط، في توثيق للحاجات دي. دكتوره هلا سعيد، حضرتك كنت اول عميده لكليه اقتصاد وعلوم سياسيه منتخبه بعد مزبوط. 2011. مظبوط. احكي لي عن التجربه دي، وليه انا اشهد انه شهدت نجاح كبير جدا في عمادتك للكليه، بس لازم تديني الملابسات، تقولي لي تفاصيل يا دكتوره هلا. الحقيقة دي تجربة بالنسبة لي تجربة أثرية جدا، وتجربة بعتز بيها جدا، وبقول دايما يعني أنا الحقيقة كنت وقتها تم انتدابي فترة في المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي من الكلية كأستاذة اقتصاد، وخدمت مع البنك المركزي واستفدت كتير جدا الفترة دي، لأنه حضرتك عارفة لدينا بنوك قوية، نظام مصرفي له سيستم وقواعد حوكمة رشيدة. ف جه على 2011 تم تغيير النظام التعيين العمداء إلى انتخابهم، فلقيت أساتذتي الحقيقة بيتصلوا بيا وبيقولوا لي إحنا عايزينك تنزلي الانتخابات. الحقيقة يعني ده شيء عمل لي قدر كبير جدا من السعادة، دول زميلاتي وزمايلي بالكلية. فالحقيقة قلت لهم أنا يعني بقالي 8 سنين منتدبة للبنك المركزي، وصعب أن أنا يعني أرجع بعد المدة دي وكده، فقالوا لي لا إحنا عايزينك، ويعني إحنا كلنا حواليكي وهندعمك. ولما أساتذتك بقى بيطلبوا منك، يعني الواحد بالنسبة له أستاذ، وده شيء كبير جدا يعني. فالحقيقة وكانت كمان رغبة والدي قبل ما يتوفى، كان هو توفى سنتها، وكان قبل ما يتوفى بكام سنة كده كان في مرة قال لي كده، هو أنتي مش هتبقي عميدة الكلية دي أبدا؟ فقلت له لا أنا مبسوطة، ويعني أنا مديرة المعهد المصرفي وهو زي كلية. فسكت هو، يعني ما قالش حاجة، بس كنت حاسة أن لديه هذه الرغبة. ف
سبت بقى، كنت وقتها في المعهد ونزلت الانتخابات. رحت بقى الحقيقه بمسانده اساتذتي، بمسانده زميلاتي وزملائي، لاني كنت بعيده شويه عن الكليه، فكان لازم احط برنامج للتطوير، اشوف ايه التحديات الموجوده في الكليه، ازاي اقدر احسن الكلام ده. وانا الحقيقه بقى اؤمن بشده بالعمل الجماعي، فحطيت برنامج الحمد لله ساعدوني فيه طبعا اساتذتي وزميلاتي وزملائي، وبدات بقى بمجموعه من اللجان، ويعني ان انا ادخل الشباب، فكانت الحقيقه الفتره يعني ثريه جدا وممتعه جدا. اللي انا فهمته انه اعتمد في عنصر كان واضح جدا في الفتره اللي انت ترأستي فيها او كنت عميده للاقتصاد والعلوم السياسيه، الملمح الرئيسي هو المشاركة، انه ما كانش الموضوع وان واي، لا يعني كان ما ينفعش يبقى الواحد عشان ينجح لازم ناس تشتغل معاه، ولازم يبقى يعني هو كمدير لاي مكان بيبقى بيحط السياسات، بيحط الرؤية، ولازم يسمع، خصوصا في مجال او مؤسسة، يعني مؤسسة كمان ميزتها ان هي متنوعة متميزة، هي كلية الاقتصاد يعني كلية متميزة الحقيقة، في سواء كان طبعا في أساتذتها، في الطلبة اللي بيدخلوا فيها متفوقين. فالحقيقة شكلت مجموعة من اللجان مختلفة، وكل لجنة لها وبتتم بشفافية، بعلن مين يحب يتولى هذه المهمة، والناس بتدخل ترشح نفسها. لجان زي ايه بقى؟ عندي مثلا لجنه، يعني كنت دايما شايفه ان المعيدين الشباب منفصلين عن الاساتذه والكده، فعملت مجلس للمعيدين والمدرسين المساعدين بحيث ان هم يبقوا دايما حلقه وصل مع الكليه، وخليت ان هم بينتخبوا معيد منهم يمثل نفسه في مجلس الكليه، فيجي يحضر معنا مجلس الكليه، فيبقى باستمرار بيعرض. يعني مش المعيدين بمعزل عن مجلس الكليه، اي قرار عن الكليه كلها دايما بلتقي بيهم. كنت اول مره، اول كليه تخلي رئيس اتحاد الطلبه يحضر مجلس الكليه، فكان بيحضر معانا مجلس الكليه ويعرض افكاره، يعني يبقى طالب في سنه رابعه مثلا، رئيس الاتحاد، امين الاتحاد، هم بيختاروا واحد منهم يجي يحضر معانا مجلس الكليه كل شهر ويقول، يناقش افكاره. الاساتذه الكبار خبره وخبرات تراكميه كبيره جدا، وهم الحقيقه قدوه بالنسبه لنا، واستفدت منهم كتير جدا، فكانوا رؤساء لجان كتير قوي، لجنه ماليه بتضع قواعد الماليه والشفافيه والافصاح في الكليه، لجنه تانية بتضع قواعد للحوكمه والعلاقات بين الوحدات المختلفه، فالحقيقه كله كان بيشتغل. وحتى اختيار مثلا مركز بحثي معين، من كان قاعده بعلن اعلان، أنا ماليش دعوة خالص، هناك لجنة، لجنة الاختيارات من أساتذة برضو من أساتذتنا الأفاضل، هم اللي بيحطوا معايير، وبعلن عن هذه المعايير، والناس بتختار من يصلح لهذا المنصب. عارفة دكتورة هالة، امبارح كنت بلتقي بعميد طب أسنان القاهرة. غالبا في حاجة محترمة جدا بعد 2011 حصلت في الجامعات المصرية، مش هتبان غير دلوقتي او بعد شويه، يعني في السنين اللي فاتت من كتر ما كان الامور مختلطه على الناس، صحيح، وما كانش في حد مركز مع العمل الجامعي، واضح ان في حاجه محترمه جدا وصح جدا حصلت بعد 2011 على مستوى الجامعات، على مستوى العمداء، على مستوى التعاطي. حضرتك بتكلميني عماله يعني استرجع كده الكلام اللي انا سمعته، المساله لها علاقه بالفتره ولا لها علاقه بالاشخاص وصدفه؟ بصي حضرتك، يعني لها علاقة طبعا بالاتنين، هي هما متغيرين، انه المجتمع اتغير شوية بعد 2011، بقى في يعني الناس بقت مهتمة، متداخلة في حاجات كتير بتهممها قوي الصالح العام، يمكن ساعات بيبقى في تجاوزات، ولكن كل مرحلة بيبقى لها يعني مساوئها ولها مزاياها، فبناخد منها المزايا وبتدي يعني مع الوقت بعتقد المساوئ دي بتروح، والناس بقت مهتمة بأنها تحسن المؤسسات بتاعتها. فبعتقد الاختيارات الفترة، يعني الحقيقة أنا يعني برضو ساعدت يعني نخبة متميزة جدا معايا في مجلس الجامعة الفترتين، سواء كانت الفترة اللي فيها انتخابات أو الفترة اللي فيها تعيين، يعني المرحلتين كانوا الحقيقة، حتى في مرة فيها تعيين كان فيها ترشيحات، كل واحد برضو قدام لجنة بيحط البرنامج بتاعه بمعايير موضوعية وكده، فيعني الفترتين الحقيقة كان فيها فترة غنية. ودايما بقول يعني اللي ربنا بيحبه بيديله فرصة ان هو يخدم في مجتمع شبابي. اي حد بيدخل تجربة جديدة مهما كانت مقاوماته، مهما كانت ثقته في نفسه وفي شغله، بيبقى عنده تخوفات، يعني مبيبقاش متأكد هعرف حقق اللي في دماغي ولا لا،
امتى دكتوره هاله في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه وبعد قد ايه حسيتي كده بارتياح، حسيتي انه انا عملت فرق؟ هو حصل فرق، بس امتى شخصيا شعرتي بده؟ بصي حضرتك، شعرت بيه تقريبا بعد سنتين. اول سنه كانت صعبه جدا اكيد جدا، لان كانت احنا ايه، 2012 2011 و12 يا خبر ابيض، كانت صعبه موت جدا جدا. وكان بيجي لنا، و2013 كان فيها فتره صعبه جدا برضو. وكان بيجي لي فترات احساس بان انا، هل انا عملت الخطوه صح ولا لا؟ انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ اللي وقعني خصوصا وقت المظاهرات، والحقيقه كان الجو العام. ولكن بعديها قدرت انه لا، ده انا، هو ده كان الوقت. عارفه دكتوره، لو قلنا ملاحظه عابره كده، الناس اللي قدرت تحقق او ترتقي بالاماكن اللي هي فيها تحديدا، لو اماكن علميه زي كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، زي كليه طب اسنان اللي كنت بتكلم عنها، هم الناس اللي فكروا في التاثير اللي هتقدمه الكليه دي خارج اسوار الكليه، مش اللي كانوا اسرى للحيطان والزمام اللي محطوطه في الكليه. هم الناس اللي قالوا ازاي كليتنا تندمج وتضيف وتشتبك مع كل ما هو خارج الاسوار. غالبا الناس اللي حطت الهدف قدامها ارتقت بالاماكن اللي هي فيها، واعتقد حضرتك واحده منهم يا دكتوره هاله. الحمد لله. طيب مش عارفه بقى، في بلدنا كل ما حد ينجح في حته يقوموا حاطينه في حته تانية ونقعد مستنيين التجربه. يعني بعد الـ يعني الاداء المحترم في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، احكي لي عن ترشيحك لوزاره التخطيط. ده كان شيء معلوم بالنسبه لك، في تمهيد عارفاه من قبل كده، ولا كان مفاجئ؟ لا، كان في تمهيد يعني خفيف من قبل كده، ان انت ممكن تتولي يعني مهمه، حقيبه معينه قد تكون كذا او يعني كذا. وبعدين يعني تم بقى طلبي لوزاره التخطيط، ويعني يعني كنت مفكره من قبل العرض الرسمي، يعني كان عندك تمهيد تقدري وتاخدي قرارك، ما كانش فيه ارتباك يعني؟ لا ما كانش فيه ارتباك. السيدة الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. توفيق إن شاء الله. ممكن تشاركينا في بعض الأفكار اللي جات لك بعد ترشيحك للوزارة؟ فكرت في ان انا ايه اللي هقدر اقدمه جديد، ايه الاضافه اللي هقدر اعملها. بصيت على الملفات، طبعا انا عارفه، بس الواحد لما بيبقى عارف الوزاره من بعيد وبيتعامل معاها في ملف معين في قضيه معينه، غير لما بيشوف بقى الوزاره على بعضها بجهازها بمؤسسات اللي تابعه لها، وهي لها مؤسسات تابعه كتير، ووزاره التخطيط تتعامل مع كل الوزارات. يعني احنا عشان برضه الشباب والساده الحضور يبقوا عارفين، دايما بيقولوا طب هي وزاره التخطيط بتعمل ايه بالظبط؟ هي وزاره التخطيط بتحط خطه الدوله، بتحط احنا عايزين نبقى فين السنه الجايه، واحنا عايزين نبقى فين كمان 3 سنين، واحنا عايزين نبقى فين كمان 10 سنين. فلو يعني الرؤيه والاستراتيجيه زي اللي عنده شركه ويبتدي يقول انا عايزه احقق قد ايه، عايزه انجح بايه، عايزه احقق عائد قد ايه، فده بيبقى التخطيط لهذه الدوله. مواردنا قد ايه، اقدر اعمل ايه بهذه الموارد، اقدر استثمر فين، ايه اللي يحقق لي نمو اكتر. والنمو ده هو عباره عن انا بقدر كمواطن اتمتع بايه، قد ايه عندي سلع بقدر استهلكها، قد ايه عندي خدمات بقدر احصل عليها. ده اللي احنا بنشتغل عليه، ازاي احسن ارفع معدل النمو، ازاي اخلي المواطن يشعر بان هناك معدل النمو ده راجع عليه بشكل اساسي. في كتير او في معظم دول العالم المتحضر وزاره التخطيط دي او هيئات اللي المنوط بيها التخطيط دي حاجه مهمه جدا. الحقيقه احنا عندنا التخطيط كده يعني من زمان، من سنين طويله محطوط في خانه الظل، في خانه تحصيل الحاصل، ما بيبقاش عندنا كده ايه ثقه بانه بجد في ناس بتخطط، وبجد حتى لو خططوا في حد هيسمع لهم. ده تراث عندنا من سنين. ودكتوره هاله السعيد عارفه ان هي جايه مع التراث ده، مع احساس الناس ومع برضو تعامل الدوله مع فكره التخطيط. لا الحقيقه يعني التخطيط هو زي ما حضرتك بتقولي كده، هو اساس،
هو الفاونديشن، هي البيس او الاساس، الاساس اللي بيبني عليه اي رؤيه واي نمو لاي دوله في المستقبل. فبالعكس انا شايفه يعني كل اللي مسكوا وزارات التخطيط هم قامات، يعني من دكتور الجنزوري وقبليه دكتور اسماعيل صبري وقبليه دكتور الامام، يعني كلها قامات اقتصاديه كبيره، يعني الواحد بيشرف ان هو قاعد مكانهم في هذا المكان. فهو يمكن وزاره التخطيط بتبقى لو بروفايل، يعني بتبقى ما بتظهرش تتكلم على، لان هي اللي بتضع الرؤيه، بتشتغل مع الوزارات كلها. الى اي مدى مصر عملت بالتخطيط ده او استفادت من التخطيط؟ بصي احنا الخطط الحقيقه، عشان كده احنا راجعين تاني الخطط الخمسيه، لانه الخطه السنويه الحقيقه احنا طبعا اشتغلنا على خطه سنويه هذا العام، ولكن اللي بيديكي الرؤيه المتكامله تشتغلي على خطط متوسطه المدى، هي دي اللي بتديكي انا عايزه ابقى فين كمان 5 سنين، وبعدين منها بقى ببتدي انزل الى الخطط السنويه. هو ده الوضع المظبوط اللي بيتم. افضل خطه تمت في مصر كانت خطه 60-65، دي من افضل الخطط اللي مصر مشيت عليها. سنه 60 قصدك؟ 60 الخطه الخمسيه 60-65. احنا قعدنا بعد كده فترات ما بنعملش خطط خمسيه. يعني ده بالورقه والقلم او بدراسه الاقتصاد احسن 5 سنين خططنا لهم كانوا من 60-65. انا هرجع لتخصصك في الدراسه اللي هو فلسفه الاقتصاد، وعايزه اسمع من وزيره التخطيط حتى ولو بشكل عابر، مش بشكل متخصص دلوقتي ولا بشكل حتى وزاري، انا بشكل انساني، الاستاذه الدكتوره هاله سعيد شايفه فلسفه الاقتصاد في مصر المفروض تبقى عامله ازاي؟ بصي حضرتك احنا يعني مرينا بفتره كانت صعبة بعد الثورة، وحصل فيها، ودي نقطة مهمة قوي، ان احنا لازم يبقى عندي مع زيادة معدل السكان لازم يبقى معدل النمو بتاعي، المعدل النمو ده اللي هو الانتاج بتاعي يبقى اكتر من معدل نمو السكان، عشان ابتدي اشعر ان انا في وضع معقول. احنا الحقيقة نتيجة الظروف السياسية ونتيجة الظروف الامنية، والحمد لله ان احنا يعني في هذا الوضع، كانت معدلات النمو الاقتصادي اقل من معدلات نمو السكان. فطبيعي يعني كان في عندك معدلات نمو اقتصادي لما تبقى اقل معدل نمو السكان معناها ان انت كل سنه في وضع اوحش من الفتره اللي قبليها، او كل ربع سنه في وضع اوحش من اللي قبليها. لما جينا وصلنا الى مرحله بدانا نحقق معدلات نمو اقتصادي معقوله قريبه او اعلى شويه من معدلات نمو الاقتصادي، عندك اختلال موجود. اختلال ده ان انت فتره طويله جدا بدأتي تستسهلي الاستيراد نتيجة ان انت سعر العملة بتاعك ثابت، فالعملة بتاعتك بتضعف، بتستوردي حاجات كتيرة قوي، بطل حاجة تقريبا حاجة. بتنتجي انتاجك المحلي ضعيف، حتى اللي بتنتجيه عشان اطلع المنتج النهائي نص هذا المنتج انا مستورداه من الخارج، يعني اللي بيكون مواد الخام، مادة الخام اللي بيكون لي مثلا الماك ده المادة الخام بتاعته مستوردة، فأنا بقيت الفجوة بتاعتي اللي هي ما بين اللي أنا بصدر قد إيه وبستورد قد إيه كبيرة جدا، وصلت تقريبا إلى حوالي 60 مليار دولار. والحاجة التانية إن حتى الغذاء، الأكل اللي إحنا بناكله، وإحنا بننفق تقريبا أي أسرة النهاردة بتنفق تقريبا من 30-40% من دخلها على الأكل، السلع الأساسية اللي إحنا بناكلها، السلع دي او يعني السلع اللي هي بتسمى السلع الاستراتيجيه او السلع الاساسيه في الغذاء دي، احنا 50% منها بنستوردها من الخارج. فدي فتره الحمد لله انه الربع الاخير بقى بيظهر يعني مؤشرات ايجابيه بدات تظهر، يعني اثار برنامج الاصلاح، حصل في تحجيم كمان للاستيراد، يعني الربع الاخير بقى الصادرات ابتدت تزيد، ابتدى بقى يبقى في تركيز على ان المكون المحلي ده نبتدي نستبدله، المكون اسفل اجنبي اللي هو داخل في الصناعه يبتدي نستبدله بمكون محلي، ابتدى يحصل ترشيد في الواردات اللي بتيجي كمان، لما حصل تعويم بقت في سلع سعرها غالي جدا فبقتش تيجي لانها سعرها بقى مرتفع قوي. رمضان على الأبواب، كل عام وحضرتك بخير وكل الناس طيبين، والناس مأزومة في مسألة الأسعار وتدبير احتياجات رمضان، لأنه في ارتفاع جنوني في الأسعار، يعني في شيء ملوش أي مبرر، يعني ملوش وصف. أكيد ممكن تكون أنت شايفة الأزمة دي أو الفترة دي كوزير التخطيط ممكن يكون في لك عليها تعليق أو ملحوظة؟
بصي حضرتك يعني الفترة طبعا رمضان احنا الناس كلها يعني حصل المليار جنيه اللي هي زيادة في الدعم في شهر رمضان بشكل أساسي، ولكن برضو ده بيحتاج يعني تعاون. يعني احنا برضو مجتمع استهلاكي شوية، يعني مش عايزة ألقي الحقيقة عبء على المواطن، ولكن بقول ترشيد الإنفاق ده يعني ده عملية مجتمعية. وأقول كمان برضو احنا الرقابة على الأسواق ومكاتب حماية المستهلك، احنا بنقول دايما ان المكاتب دي تتعاون مع الشباب. الشباب النهاردة الأسعار هتعلن، هيتم إتاحة الأسعار. السيد وزير التموين قال إنه الأسعار هتبقى موجودة على كل سلعة واضحة، وهيتم وجود الأسعار على الويب سايت بتاع جهاز حماية المستهلك. فمتابعة الشباب، فهيبقى فيه شباب اللي هم أصدقاء حماية المستهلك، يبقوا شباب من الجامعات، بحيث ان هو ده الرقابة الشعبية بقى. ده امتى ده حصل امتى؟ ده اعلن السيد وزير ان هو هيتم الـ وجود يعني ده في الفترة الجاية يعني. ولكن قانون حماية المستهلك تم يعني موافق عليه زي متطوعين يشوفوا مين حاطط سعر يتعاونوا مع هو المفروض ان هو السيد وزير التموين اعلن ان هو لابد الزام جميع المنتجين بوجود السعر بشكل واضح على كل المنتجات. فده برضو تعاون المجتمع كنوع بقى من الرقابة الشعبية، والشباب اللي هم يبقوا يعني ما يطلق عليه أصدقاء حماية المستهلك. ده بعتقد يعني ثقافة أيضا بتاخد وقت عشان نقدر إن احنا يعني نبقى كلنا مشتركين في عملية الرقابة الشعبية. سؤالي الأخير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، معرفش ليه في كده عقدة مع كل الوزراء اللي بيجوا من سياسة واقتصاد، كتير منهم مش كلهم، كتير منهم كان عندهم شعبية ساحقة في كلياتهم ومحبة وإنجاز، ولما بيروحوا للمكان التنفيذي ولأنه بيبقى مكان سياسي فأحيانا يخسروا الرصيد ده. مش خايفة تقع في المطب ده؟ لأن هي حصلت يا دكتورة. بصي كل واحد معرض لشيء زي كده يعني، مش ولكن انا بقول انه الواحد لما عنده هدف حطه، عنده خطه عايز يوصل لها، حاطط لها خطوات، بيشارك مع فريق في تنفيذها، بعتقد ان هو يعني اكيد ان هو ان شاء الله يقدر يحافظ على هذا الرصيد ويستمر فيه. ويعني انا دايما بقول تعودت ان انا يعني الحمد لله احقق نجاح في اي حته واحقق قيمه مضافه، فان شاء الله ربنا هيقدرني ان انا احقق نفس القيمه المضافه اللي حققتها في كليه الاقتصاد ان شاء الله واكثر. الحقيقه لو دكتوره هاله السعيد حققت في وزاره التخطيط نص اللي حققته في كليه السياسه والاقتصاد، يبقى مصر كسبت كتير ان شاء الله. يعني ربنا يقدرنا ان شاء الله. دكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط في مصر، شكرا جزيلا لك. من كام يوم فعليا يعني الأسبوع اللي فات، واحد من أهم الأحداث الفنية وأقدمها اسمه بينالي فينيسيا الدولي. بينالي فينيسيا الدولي وزع جوائز محترمة وعالمية، واللي أخد الأسد الفضي في بينالي فينيسيا الدولي شخص اسمه حسن خان. لأول وهلة إحنا افتكرنا أن في تشابه أسماء لأنه قالوا أنه مصري. طيب هو احنا خان مش كتير في مصر، يعني الاسم ده الأسرة اسم خان ده مش مصري. الله يرحمه المخرج الكبير محمد خان، نعرف عن بنته نادين خان، فنانة موهوبة ومشهورة ونسمع عنها، فقلنا أكيد تشابه أسماء. يعني الحقيقة لما سألنا واتقصنا لقينا أنه فعلا ابن الفنان الكبير محمد خان. الشيء الثاني أنه اسم حسن خان اسم معروف جدا في مجال الفنون المعاصرة، يعني في معظم المنتديات الدولية وكل الأحداث اللي لها علاقة بالفنون المعاصرة هتلاقي اسم حسن خان يعني له مكان ومكانة. حصوله على الأسد الفضي في بينالي فينيسيا الدولي كان فرصة مهمة جدا، أولا نشوف نتعرف على موضوع الفنون المعاصرة لأنه هو حاجة إحنا ما نعرفش كتير عنها، الحاجة التانية نتعرف على ابن مخرج عظيم
من أهم مخرجي السينما المصرية وابن لهذا البلد بالمحبة قبل ما يبقى بالجنسية في آخر عمره، المخرج الكبير محمد خان. خليني أقدم الحاصل على جائزة بينالي فينيسيا الدولي الأسد الفضي الفنان حسن خان. The award goes to Hassan Khan. For the special and intimate relationship that his work established with the spectator, to whom he suggests a connection between voice, sound, and the horizon. His composition for a public park creates an immersive experience which beautifully intertwines the political and the poetic. الفنان حسن خان، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، مبروك. شكرا. اتفضل. شكرا جزيلا. اهلا بيك. اهلا بيكي. مبروك الاسد الفضي. شكرا. بينالي فينيسيا ده حاجه قديمه جدا ومعروفه جدا يعني بالنسبه لاوساط الفنانين يعني. مزبوط. صح مظبوط. هو اقدم يعني، هو اول بينالي اتعمل يعني لبينالي الفنون 1895. فبقاله 115 سنة تقريبا. طبعا انت هتسامحنا ان احنا يعني ما عندناش معلومات كتير عن الفنون المعاصرة، يعني احنا الفنون الكلاسيكية ماشي سالكين، انما الفنون المعاصرة ما هوش مصطلح مفهوم بالنسبة لنا معروف. انت اخدت الجايزة عن فيلم كان فيه اشادة كبيرة جدا بيه وتعرض في حتت كتيرة جدا، بس هو فيه جزء سريالي او جزء لازم تشرحه لنا اكتر. أوكي. الفنان حسن خان اللي انا ممكن اقوله انه برضو ببساطه يعني الفن المعاصر مجرد ان بدل ما نبقى مرتبطين مثلا بالخامه او الوسيط، او مثلا نقول ان الفنان هو شخص بيرسم او شخص مثلا بيعمل عمل نحتي، هو مرتبط اكتر بمشروع متكامل. فممكن يكون بيشتغل في اي وسيط، مش بالضروره وسيط معين، ممكن يبقى مزيكا، ممكن يبقى نحت، ممكن الموضوع يبقى الموضوع فعلا مفتوح. ده جزء من ممكن نقول الشكل العام للفنون المعاصره في العالم عامه. بس في النهايه او ده في رايي انا شخصيا يعني، في النهايه العمل هو اهم شيء. مش بالضروره يعني التسميات هي مش بذات الاهميه في رايي. يعني فيلم الحديقه اللي اخذ الجائزه ده تصور، هو مش فيلم. هو عمل مركب في حديقه، عمل موسيقي مكون من ثلاث حركات. فبدل ما يبقى ثلاث حركات موسيقيه، ثلاث حركات موسيقيه بالظبط. فبدل ما نبقى مثلا ان احنا اما بنستمع للموسيقى بنستمع عليها من خلال تسلسل زمني، في الحقيقه هنا التسلسل جغرافي. ففي الحديقه العامه دي، وهي مهم جدا انها حديقه عامه بمعنى انها متاحه للجمهور بدون تذاكر مثلا في المدينه، يعني الواحد ممكن يمشي داخل الموسيقى. فانا بستخدم سماعات كتير مختلفه، في كل سماعه في الات مختلفه، فالواحد بيبقى يعني تجربته حسيه للموضوع، مش مجرد انه قاعد متلقي بيسمع حاجه جايه له، قد ما هو بيمشي داخلها بيسمع الحاجات مختلفه. كل ما يتحرك كل ما يسمع اجزاء مختلفه، وكل حركه منهم ليها نص برضو. ففي يعني في لحظه الواحد بيسمع مثلا نص معين بيتقال في اللحظه دي او اللحظه دي او اللحظه دي. Thank you.
Foundation for a Public Art, Movement 1, Stasis and Majesty. Composizione per un parco pubblico, Movimento 1, Sono Stasi un uomo e anziano, maestà. Curvo, rinsecchito. في لك عمل تاني اسمه الجوهرة. مزبوط. ده برضو كان جوهرة. مهم. مزبوط. مزبوط. جوهرة من 2010. وجوهرة الحقيقة هو ده فيلم يعني متصور. انا خفت اقول فيلم تقولي لا مش لا فيلم. لا يعني هو متصور متصور على 35 ملي. بس هو عمل جزء منه موسيقي وجزء منه حركي. فانا اشتغلت مع اثنين مؤديين. هم ليسوا راقصين، اثنين مؤديين، وخلقنا مع بعض لغة انهم بيتواصلوا مع بعض، لغة فيها ممكن عنف او فيها صداقة او فيها كل جميع الاحاسيس المختلفة اللي ممكن تكون ما بين فردين، وبيعبر عنها من خلال الحركة والموسيقى المتابعة ليها. انت كان ممكن، مش عايز اقول بسهولة تدخل مجال الاخراج، بس يعني انت عشت في اجواء سينمائية ليس لها مثيل. يعني الحقيقة انت عصرت اولا التوقيت اللي انت كنت فيه شاب، كان في حركه فنيه يعني عظيمه في مصر بالذات سينمائيا. انت في بيت المخرج الكبير الرائع الله يرحمه محمد خان، اختك المخرجه نادين خان. مين الاكبر، انت ولا نادين؟ لا انا. انت الاكبر. انما انت قررت تاخد خط تاني ملوش علاقه بالاخراج الكلاسيكي السينمائي. هو ما كانش قرار، يعني الواحد مش بيقول انا عاوز اعمل كده عاوز اعمل كده. الواحد الحياه بتتطور بطريقه معينه، واهتماماته ورغباته هي اللي في الاخر بتوجه الشخص للي عاوز يعمله. فانا يعني الحمد لله طول حياتي بحاول اعمل اللي انا مقتنع بيه فقط. الايام ده شايف ان انت في السمات الشكليه شبه المخرج محمد خان؟ اعتقد ان في شبه كتير، صح. انا بتهيألي انت لو ربيت دقنك هتبقى نسخه منه. يعني انت بالنسبه لك مثلا ايه احلى افلام محمد خان بالنسبه لك انت؟ في يعني افلام مختلفه لاسباب مختلفه. زي يعني مثلا الحريف، اعتقد انه فيلم عظيم. يعني هو حكى لنا كتير عن الحريف. وزوجة رجل مهم، مش لا اكيد برضه عظيم، بس لاسباب اخرى يعني. طيب انا عرفت ان انت دراستك في الجامعه من بعد دراستك او بالتزامن مع دراستك عملت مشروع، وكانت دي اول صدمه في حياتك. مشروع فني. بمعنى عملته عرض. صح. كان سنه 95 غالبا. ده كان عرض، ده حقيقي، ده كان عرض اسمه نفس. وكان عرض مع صديق مشترك، مع صديق اسمه عمرو حسني، وكان عرض سلايد صور وصوت. وعملناه في اتيليه القاهره، وكان رد الفعل سلبي للغايه. كان في ومفهوم برضو الدرجة، مع انه هو عرض ما فيهوش اي شيء كاسر للتابوهات، ولكن شكليا مختلف. فهي كان في الحقيقه كان درس مهم بطريقه ايجابيه جدا، اني برضو فهمت اهميه اختلاف الشكل نفسه. فرد فعل اللي هو الجمهور لو كان صغير جدا اصلا، يعني كان رد فعل في كتير من الارتياب، كتير من يعني كان في تشكك في نوايانا ان احنا بنحاول نعمل غسيل مخ للناس بالعرض بتاعكوا ده. بالعرض بتاعنا ده اللي هو يعني اثنين عندهم 20 سنه بيعملوا صوت وصور لجمهور فيه مثلا 30 او 40 شخص، ولكن ده اعتقد بيعكس ايوه. سمعت الاتهام ده فين يعني؟ حد لا كتب كده؟ لا بعد العرض الناس ابتدت كتبوا وقالوا. لا 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 في في المكان نفسه يعني. العرض خلص وبعدين كان في صمت تام. ايوه تام. وبعدين ابتدت الاتهامات بقى. ما هو ممكن ما فهموش يا حسن. لا هي مش حكايه ما فهموش او فهموا، انا بجد مش شايفه كده. انا شايف انه في الاخر بالعكس، ما يبقى في شيء مختلف. بالذات ده برضو من فتره، فكان الحوار مختلف. دلوقتي اعتقد في مساحه اكبر بكتير، مساحه في المجال العام، مش الرسمي، في المجال العام الغير رسمي. في المجال العام الرسمي كما هو فيه دائما محاوله لتضييق الاشياء، بس في المجال العام الغير رسمي في مساحه اكبر بكتير. بسبب تغير الاشياء، وبسبب الشباب عامه، وبسبب الوعي العام عامه. يعني وجود الانترنت دلوقتي في حياه الناس بتهيألي عمل مجالات كتيره جدا لكل المواهب الغير نمطيه. يعني بقى في مساحة أو منابر ما فيش حد بيستأذن حد عشان يطلع أي موهبة أو أي فكرة بره الصندوق. موافق على ده ولا مختلف؟
ده حقيقي طبعا، بيدي مساحه ان الحاجات دي تظهر اكيد، ويبقى لها جمهور يعني. ويبقى لها جمهور في حاجات طبعًا. ممكن تقول ايه ده، ازاي ناس عرفت عنها؟ لا اكيد طبعا طبعا ده حقيقي. خططك ايه بعد الاسد الفضي من فينيسيا؟ انا حاليا محتاج شويه راحه عشان كان الفتره اللي فاتت كان فيها شغل كتير جدا، وبس بكمل بقى شغلي عادي، بيبقى في حاجات مختلفه في الفترات الجايه برضو، مشاريع مختلفه وكده يعني. هسالك سؤال، عايزه اقول لك انه انا من كنت وما زلت من عشاق محمد خان، يعني نظرا لموهبته الطاغيه والمنتج السينمائي بتاعه اللي يعتبر مدرسه بحد ذاتها، ونظرا لعنصر انساني انه الراجل ده احتفظ بطفولته لحد اخر يوم في عمره، فده بالنسبه لي كمان نموذج رائع جدا. عايز اسالك سؤال سالته له مره بخصوص موضوع الجنسيه، فاكر محمد خان هياخد الجنسيه، محمد خان مش هياخد الجنسيه yeah. انت اخذتها معاه ولا اخذتها اصلا من قبله؟ لا انا برضو اخذتها متاخر، بس اخذتها قبل كده يعني. يعني انت لحد فتره طويله كنت تحمل الجنسيه الباكستانيه؟ لا جنسيه بريطانيه. انت جنسيه بريطانيه، انت اخذتها من انجلترا؟ انا اتولدت اصلا في لندن، ووالدي برضو كان عنده جنسيه بريطانيه برضو فتره طويله. يعني انت اخذت الجنسيه المصريه برضو متأخر. بس قبل والدك. كان يعنيك ان هو ياخد الجنسيه ولا لا؟ لا طبعا كان يعنيني، ما هو كان مهتم جدا بالموضوع ده، وطبعا كان يعنيني. مع انه في ناس كتيره يعني، هو حتى بعد ما اخذها قال انا حسيت انه مفيش فرق يعني. ما هو اكيد، بس على المستوى الرمزي ليها معنى. هل صحيح ان انت ونادين خان بتجهزوا لعمل نشاط او فعاليات تحمل اسم محمد خان؟ احنا يعني مستقبلا ان شاء الله ناويين ناسس مؤسسه للحفاظ على ارث الفني وعلى اوراقه وعلى يعني، وهيكون اكيد ليها نشاطات مختلفه باسمه يعني. مؤسسه اولا لحفظ الارشيف، عشان في ارشيف كبير لاوراقه، لاوراق مرتبطه بالشغل، لاوراق لسيناريوهات لم يتم انتاجها، يعني حاجات مختلفه. ففي يعني هدف ان احنا نارشف الحاجات دي ونحافظ عليها بطريقه معينه. طبعا نرجو ان يبقى في قدره على ترميم الافلام برضو مستقبلا يعني. سؤالي الاخير لحسن خان، الى اي مدى انت فخور بالجائزه المرموقه اللي انت اخذتها في بنالي؟ انا سعيد. لا اكيد سعيد، سعيد جدا. و بس ممكن اقول لك حاجه فعلا، ان انا مش مثلا ما كنتش مخضوض او مصدوم او يعني سعيد. لازم تكون سعيد. طيب لما اقول عن اقول الفنان بس حسن خان، ولا اقول الفنان المعاصر، ولا اقول بس فنان؟ تمام. وانت تعمل اللي انت عايزه يعني. انا اقول فنان، انت مره تطلع بنغمات، مره تطلع بسكالب بنحت، مره تطلع برسم، انت حر يعني. ما فيش التصنيف ده عندكم؟ ممكن نقول كده بالظبط، الفنان حسن خان. شباب كتيرة وناس كتيرة بتحب عندها هواية الموسيقى أو الإيقاع، خلينا نكون أكثر تحديدا. في ولاد وبنات كتيرة بيحبوا يتدربوا على الدرامز، آلة الموسيقى الغربية اللي بتتعمل بعصية أو عصيان، ويقعدوا يتدربوا عليها ويحبوها. إنما كمان في ناس بتحب الإيقاع الشرقي جدا. في عدد كبير من الفتيات والفتية مش عايزين يتدربوا درامز، عايزين يتدربوا على الطبلة، الطبلة الشرقي، الطبلة اللي بيقال إن هي أصل الإيقاع، اللي جاي من أفريقيا بالأساس، وبعد كده مع كل قطر وكل مكان وكل توزيع جغرافي أخدت طريقة ومنحنى وسمة مختلفة. لما يجي شاب صغير أو بنت صغيرة عايزين يتدربوا على الطبلة، بيبقى في غالب الأمر عندهم أستاذ واحد، سعيد الأرتيست، اسم من أكبر أسماء الإيقاع الشرقي في مصر، والحقيقه مش في مصر بس يعني، هو شهرته تخطت مصر وبقى في الاقليم كله يعني. هو بياخد في مثلا بعض الاورجات والالات الموسيقيه لما بتحط ايقاع شرقي طبله بتتحط باسمه، باسم سعيد الارتيست. في طبل جمع طبله، في طبل بتتصنع مخصوص وعليها اسمه تكريما له وعلى مهارته وذيع صيته في الطبله.
ولاد وبنات كتير بيتدربوا على الطبلة الشرقي مع الفنان سعيد الأرتيست. مركز تنمية المواهب ومجموعة الطبلة والإيقاع مع الفنان سعيد الأرتيست. ممكن تتفضلوا؟ يا ريت. على ما نحط الميكروفونات ونجهز القعدة، خلينا أقول إنه في ظاهرة أو ملحوظة جديدة، إنه دلوقتي بقى اللي بيروحوا مركز تنمية المواهب عشان يتدربوا على الطبلة والإيقاع بقى عدد كبير منهم بنات. يعني في الاول كانوا ولاد بس، دلوقتي في بنات كتير عايزه تتعلم الايقاع زي تقى وساره. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. انتوا ليه بتتعلموا طبله؟ حبه. بتحبوا الطبله؟ طب يعني احكوا لي شويه، رحتوا اول حاجه اتعلمتوها ايه، ولا انتوا من وانتوا صغيرين بتلعبوا طبله؟ اقول انا الاول. قول. طيب انا خريجه، اصلا انا دارسه في معهد الكونسرفاتوار، انا خريجه معهد الكونسرفاتوار فعلا. اوكي. فدراستي كلها غربي، ما بدرس مزيكا شرقي خالص، يمكن بس في اول سنه في اللي هي اولى عالي زي اولى كليه كده في المعهد وبس. بعد كده انا حبيت ان انا اتعرف على اله شرقي وانا بحب الطبله، يعني انا حابه الطبله، حبيت ان انا اتعلمها فبس، فروحت مركز تنميه المواهب. يعني كل الالات اللي انت اتعلمت فيها في دراستك في الكونسرفتوار يعني اضفت لها الطبله. اضفت لها الطبله. وانت يا ساره؟ انا بحب الطبله من وانا صغيره. وبدات اتعلمت شويه لوحدي وبعد كده الحمد لله. ايوه. حد في البيت عندك له علاقه بالطبله؟ لا، بابايا مهندس ديكور ومامتي موظفه، ما حدش يدعو بالمزيكا خالص. سعيد الارتيست ليك صيت كبير جدا في المنطقه كلها. الحمد لله. والطبله اللي انت ماسك المسكه دي مصنوعه مخصوص له ومبعوته لك منين؟ من اليونان. من اليونان. ليه الجماعه اليونانيين يعملوا لك طبله مخصوصه بمية الذهب ومكتوب عليها اسمك؟ بصراحة هو في كل دول العالم سلوهاتي والتركاتي معروفة. فأكتر حاجة في اليونان وفي تركيا. فسعيد الأرتيست ده عندهم يعني أي حاجة بعملها. فطبعا هم بيسمعوها وبينفذوها، حتى بقى في فرق كتير جدا في كل الدول، حتى في كوريا اليابان بقوا مجموعة إيقاعات كلهم يقول لك تراك سعيد الأرتيست. فاليونان ده صاحب شركه وما بيسمعش الا سعيد ارتست. شركه ادوات موسيقيه. الات موسيقيه. الات موسيقيه. وعمل لك واحده كده نموذج هديه ليك. دي بالظبط، عملها لي السنه اللي فاتت على اساس تتباع باسم سعيد ارتست، فطبعا الحمد لله نجحت جدا. يعني ده براند، ده انا افتكرت قطعه واحده يعني. لا، فنجحت جدا. انا افتكرتها سبيشال اديشن، يعني هي حاجه انما لاين، خط انتاج يعني. بالظبط. طب ليه بقى؟ تفرق ايه عن الطبلة؟ بتفرق جماليا؟ تفرق عن الطبلة العادية ان شكلها مختلف؟ كتير بقى. ده اساسا شغلنا في مصر اللي هو الفخار. يعني ده فخار. ودي جلد سمك.
جلد السمك احنا كنا زمان مصر كلها مفيش حاجه اسمها طبله بلاستيك او طبله حديد يعني او طبله خشب. لا هو طبله فخار وجلد سمك. فده يعني كان حتى مع السيده ام كلثوم والاستاذ عبد الوهاب الفرقه الكبيره يعني ما كانش في حاجه اسمها الحديد ده ولا فالطبله السمك هم خدوها وصنعوها كويس يعني ابتدوا يشتغلوا فيها يعني هو ده الشغل الاصلي بقى بالفخار بالظبط. بس احنا كان عندنا بقى بيبقى لون واحد اللي هو معروفه دربوك كان بيتي بالظبط اللي هو اللون النبيتي. مش انت اللي عملت الشريهان في فوازير دربوك كان بيتي؟ طبعا من اشهر حاجاتي دربوك كان بيتي بترن تفرح بيتي طبعا طبعا. حتى الناس كلها كانت عايزه تعرف يعني ايه دربوك كان بيتي. كانوا يقولوا مثلا دربوك في بيتي كل واحد بيقول حاجه شك. فهي جت في الاخر بقى وضحتها دربوكه لونها نبيتي بترن تفرح بيتي. دلوقتي انت كنت الاول زمان فهمت ان انت كنت الخواجات لما بيجوا بيتعلموا ما بيعرفوش يعزفوا ايقاع فيروحوا عند سعيد الارتيست يعلمهم بالزبط. لحد ما شويه شويه مركز تنميه المواهب في الاوبرا لقى انه في شباب عايزين يتعلموا طبله كتير فتعاونتوا مع بعض. ما هم هو جه ازاي؟ جه لما كنت بعمل حفلاتي في دار الاوبرا فكان جمهور كتير جدا وبنات وشباب وبيعشقوا حاجه اسمها الطبله فقالوا فكروا في فصل الايقاع. وطبعا يعني انا عايز اشكر طبعا الدكتوره ايناس عبد الدايم طبعا والاستاذ عبد الوهاب السيد ان هم فكروا ان يعملوا فصل الايقاع. فلما رحتوا عملوا فصل الايقاع لقيت مش قادر اقول لك انا ما اقدرش اخد اكتر من 20 يعني 20 عازف او عازفه ولقيت البنات اكتر من الشباب بنات واطفال بقى كمان واطفال. لا ده انا عندي اطفال ما لهمش حل يعني انا جايه الاستوديو عادي على فكره بضرب بعيني لقيت لقيت شبيبه هنا وماسكين الطبله وانا ما كانش على الحسبان يعني انا عارفه ان انا معايا شباب يعني ما فيش مانع على الاقل اتعرف عليك. اسمك انا ما كنتش عارفه ان انت موجوده والاستاذ اللي جنبك اسمك ايه؟ ريم. وانت؟ ادم. تعرفوا تعزفوا مع بعض ولا كل واحد لوحده؟ كل واحد لوحده. طب اعزفي لي حاجه صغيره كده يا ريم وبعد كده ايه ده ازيك انت سنه كام؟ ايه رابعه ابتدائي. اتفضلي يا نور. رابعه ابتدائي يعني عندك 9 سنين. عندك 9 يا ريم؟ طب وريني بقى يا مو 9. تعالي كده عشان ايوه عشان الدم يبان. عندك 7 سنين. ايه ده انت صغير جدا من زمان بيتعلم بقاله كذا سنه فعلا. ممكن تيجي يا ادم؟ 7 سنين. انت عندك 7 سنين في ثانيه ابتدائي يا ادم؟ انت بتفكر؟ انت مش عارف في سنه كام؟ هو مركز في الطبله دلوقتي. انت مش هقوليش انت في سنه كام يا ادم؟ سنة أولى لسه. طيب وليه ما أنا غلطت افتكرتك في تانية. بتدرب طبلة من وأنت عندك كام سنة؟ كان عندي 6.
من سنه، من السنه اللي فاتت. بقالي سنه، بقاله سنه معايا. بقالك سنه معايا. طب ما تسمعني يا ادم كده ايقاع.
بشكركم شكر جزيل طبعا. الحاجة اللي أنا عايزة أقولها قبل ما تعمل لنا بس جملتين ختاميتين كده، اللي أنا عايزة أقوله أنه أصل بيقولوا أنه أصل المقامات الشرقية من تركيا ومن المنطقة دي، وفي ناس بتشكك في ده وبتقول أن هي لا من المنطقة العربية. يعني معرفش كتير في التاريخ اللي يخص المسألة دي، إنما أعرف كتير عن طبيعة بلدي طبعا. اعرف كتير انه الايقاع المصري سواء في الريف او في الحضر، سواء في اسكندريه او في الصعيد، في ايقاع مصري، في ايقاع بنعرفه من الاغاني الشعبيه القديمه اللي قبل اللي جايه متوارثه من الاف السنين طبعا. في ايقاع له علاقه بالبحر، وايقاع له علاقه بالجبل، وايقاع طبعا. له علاقه بطبيعه الحياه. والايقاع المصري شبه المصريين، في فرفشه وفي سهولة وفي بساطة وفي كده كم من البهجة ليس له مثيل. معرفش الأصول الموسيقية السليمة بترجع لفين، بس متأكدة إن روح الإيقاع الشرقي أو روح الطبلة المصري هي شيء متوارث عندنا وجزء من تكويننا، مش بس حاجة بنسمعها. أنا بشكركم شكر جزيل، وخلينا نختم بأوركسترا إيقاعي متكامل في جملتين مع الفنان سعيد الأرتيست.